يجعل عافية يا حبيبي انت. كيف؟ هذا محمد. ها؟ ايش خذيت؟ ما خايف. ما خذيت شيء. ها؟ لهالدرجة تشك بي؟ أنا ما بعجي. وصلنا لمرحلة الشك. أسرقن. ها؟ والله صرت أسرقن، وأنا ما أدري. شلون ما تدري؟ طيب إذا ما تدري، إيش دريك إني سارقك؟ يعني وشو؟ في سرقة بالموضوع. إيه والله وصلت التقيف اللي خليت الرغفان. والله تجينا مناقشة بالأكل. أنت تاكل الرغفان ولا كرتون؟ لا رغفان. إيش لو رايحين هناك واجد؟ خلي شوي آكل بعدين. كم واحدة خذيت؟ ست. الله يجعله عافية. رجعتها خذيتها. وش رجعت؟ رجعتها خذيتها.